هاي هاي يا حلوين، ورجعنا لكم تاني مع مرمر لايف ستايل. النهارده هنعمل مع بعض تشيكن بوب كورن او فشار الدجاج المقرمش. قد ايه هي جميله واولادنا بيحبوه. لما بنروح اي مطعم دايما بيعملوا اوردر بالتشيكن بوب كورن، يا اما بيعملوه من ماكدونالدز، كنتاكي، اي حاجه، المهم يعملوا اوردر بالتشيكن بوب كورن. ليه بيعملوا بيها اوردر؟ لان هي دايما بتبقى جميله كده، بتبقى صغيره، بتبقى كرانش من بره، بتبقى جوسي من جوه، فالاطفال بتحب الحاجات السهله في الاكل. فاحنا النهارده قررنا نعملها احلى من طريقه كنتاكي، وهتبقى مقرمشه من بره وهتبقى جوسي من جوه، وقد ايه شكلها جميل زي ما انتم شايفينها كده. وهنقدمها لهم بقى ايه مع سلطه كتير بقى زي ما تحبي، علشان ايه تبقى وجبه متكامله وتبقى حلوه وهم بياكلوها ويكونوا مبسوطين. قد ايه هي طريقتها سهله؟ هي مجرد فراخ بنقطعها، صدور الفراخ بنجيبها نقطعها قطع صغيره ونحطها في التتبيله، وبعد كده نحمرها، بتطلع تشيكن بوب كورن. ومش عاوزه اقول لك بتخلص في لحظتها، مجرد ما بتحمريها تطلع مننا تلاقيها خلصت على طول. قبل ما نبتدي الفيديو، لو ما كنتيش اشتركتي في القناه اوعي تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. احنا هنا جبنا كيلو الا ربع صدور فراخ وقطعناها قطع صغيره في نفس الحجم اللي انت شايفاه. لو انت عاوزه صدور الفراخ تتقطع اصغر من كده والبوب كورن بتاعك يكون اصغر، ممكن تقطعيها اصغر في الحجم. بعد كده نبتدي نعمل الخلطه بتاعتنا، عباره عن 3 معالق زبادي، ونروح حاطين عليهم نص ليمونه معصوره، وكمان نحط التوابل بتاعتنا. حطي التوابل اللي انت عاوزاها. انا هنا حطيت نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه فلفل ابيض، وحطيت نص معلقه بصل باودر، نص معلقه ثوم باودر، وحطيت معلقه كامله من الملح، وقلبت التوابل بتاعتي كلها مع الزبادي. لقيت الخليط بتاعي تقيل شويه، فروحت جبت ربع كوبايه حليب وخففت الخليط بتاعي. بعد كده رحت جبت الفراخ كلها اللي انا مقطعاها وحطيتها في الخليط وقلبتها حلو جدا. قفلت على الخليط بتاعي وحطيته في التلاجة لمدة ساعتين. على قد ما تقدري سيبي صدور الفراخ جوه الخلطة بتاعتك، سيبيها ساعة، ساعتين، ثلاثة، كل ما تتشرب من الخلطة كل ما يكون طعمها حلو جدا. بعد ساعتين طلعت الخلطة بتاعتي، وهنكمل الوصفة بتاعتنا. طلعنا صدور الفراخ بتاعتنا من التلاجة، يبقى ناقص كده خطوة التحمير. خطوة التحمير يبقى لازم نعمل التوبينج بتاعة الفراخ، وهو عبارة عن 3 كوبايات دقيق، كوباية نشا. بعد كده هنحط عليهم التوابل اللي احنا عاوزينها. انا حطيت هنا ملح، بابريكا، فلفل اسود، فلفل ابيض، توم باودر، بصل باودر. هحطلك كل الكميات في صندوق الوصف، بس بالنسبة للتوابل انت ممكن تحطي اي توابل انت عاوزاه. قلبت كل التوابل دي مع الدقيق والنشا. بعد كده جبت طبق وحطيت فيه مية عادية. ابتديت اخد صدور الفراخ من الخلطة واروح منزلها في الدقيق، وبعد الدقيق اروح احطها في الميه. لو انت عاوزاها كرانش عاديه يبقى خلاص بعد كده تحمري. لو انت عاوزاها تبقى كرانشي قوي كده وكريسبي، خليكي اعمليها مرتين، تروحي واخداها من الميه وحطها في الدقيق، وبعدين تحطيها في الميه تاني، واخر مره تحطيها في الدقيق، كده هتبقى كريسبي جدا وهتبقى قد ايه جميله، ما اقولكيش طعمها كان جميل ازاي. بعد ما خلصنا كل الفراخ بتاعتنا نبتدي في التحمير. هنروح جايبين طاسه على البوتاجاز ونحط فيها زيت. لما الزيت بتاعنا يغلي نبتدي ننزل التشيكن بوب بتاعتنا. بتاخد في التحمير بالظبط 5 دقايق، مش اكتر من كده. هتطلع بقى باللون اللي انت شايفاه ده، قد ايه هي جميله، قد ايه طعمها حلو قوي، وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك. لما نخلص الكميه كلها هوريكي انا قدمتها ازاي. كده التشيكن بوب كورن بتاعتنا خلصت، خدت في تحميرها تقريبا في حدود 20 دقيقة بس، ما بتاخدش وقت لانها متقطعة قطع صغيرة فبتتحمر بسرعة. قدميها بقى بالطريقة اللي تعجبك. انا هنا قدمتها مع حبة سلطة، رحت حطيت معاها خيار، فلفل الوان، طماطم، وحطيت معاها كمان كاتشب. لو عندك مايونيز برضو ممكن تحطي مايونيز، اي صوص متوفر عندك في البيت الاولاد هيحبوها معاه. قد ايه هي جميله وهيحبوها، مجرد ما هيلقوا في البيت في تشيكن بوب كورن هيكونوا مبسوطين منك جدا. شوفي جميله جدا، كريسبي من بره، جوسي من جوه، مستويه حلو قوي وجميله. فعلا بشجعك تجربي الوصفه دي، ولو عجبتك اوعي تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفك مره تانية مع حاجه جديده. يلا باي باي.